السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي متتبعي قناة ناس ديامو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، فيديو ديال إعادة تدوير. كما عودتكم دائما كنجيب لكم أفكار. اليوم إن شاء الله بحول الله تكون إعادة تدوير لواحد المائدة مستديرة اللي كانت يعني قديمة وغير مستعملة. ألوغ اليوم إن شاء الله بحول الله غنوريكم كيفاش أنني عملت إعادة تدوير وغنرجع إن شاء الله المائدة مزيانة، ونتمنى ان الشكل النهائي يرضيكم. الو هنايا غادي نزول الرجلين اللي كانوا عندها وغادي نبدلهم برجل واحده. الرجل في حد ذاتها رانا جبتها من عند الاخ ديالي، ما كانتش مستعمله، كانت مرميه في الكراج وعطاها لي، ولكن كانت حتى هي شويه مكرفصه مقشره. انتم كتشوفوا انا حاولت نكبر لكم الصوره نزوميها باش تبان لكم شحال ان فيها ديال الديفويات، ولكن هادشي ان شاء الله كامل غادي يختفي، كامل غادي نغطيوه. شنو غادي نحتاج هنايا؟ كتشوفوا بان عندي عصي، هاد العصي هادو صايبتهم من الورق المقوي. لو بغيتو تعرفوا الطريقه كيف صايبتهم راه غنصور واحد الفيديو قصير نحطه في القناه بالنسبه للناس اللي بغاو انهم يشوفوه، ربما انهم يبقوا انه يطبقوا الفكره تاعهم في شي حاجه. بون تبعوا معايا مراحل خطوه خطوه، غادي نشوفوا كيفاش هاد الرجل هادي غادي نعطيوها واحد الحياه ونعطيوها ونجددوها ونرجعوها زوينه وعاطيه منظر، وفي نفس الوقت حتى المائده، وكيفاش غادي نثبت هاد جوج مع بعضياتهم ونشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله بحول الله. الوغ كيف ما كتشوفوا خديت الرجل، عملت له الكولاد الخشب مزيان في ديك الوسط الابيض، وبديت كنعمل عليها ديك العصي اللي انا عدلتها مسبقا، غنستفهم كاملين بهم باش انني ديك الواجهه ديال هذا الرجل ما غتبقاش تبان نهائيا، وغادي يولي واحد الديكور جديد ان شاء الله. هذا هو الشكل اللي حصلت عليه. جا زوين من غير من غير صباغه، عطى واحد الديكور. المهم بطبيعه الحال ما غاديش نحتفظ، ما غاديش نخليوها بهذا الشكل هذا، راه كلشي هادشي غادي يتغطاو، ديك الكتابات وديك الرسومات اللي كاينه عليها راه حاليا اللي كتبان حاليا ما غاديش تبقى، غادي تصبغ ان شاء الله باذن الله، بغا يتغطى كلشي ديك الشيء. وغادي تشوفوا كيف ما قلت لكم هنايا عملت واحد الكوش اللولانيه ديك اللي بالقاوي، راه هي صباغه مائيه حتى هي عملتها، ومن بعد داكشي عملت عليها هاد الكوش حتى هي صباغه مائيه بيضاء، باش انني نغطي نهائيا جميع الرسومات وجميع ديك الكتابات وداكشي، باش يولي عندي واحد السطح موحد في اللون ديالو، وغادي يساعدني باش انني نبرز اكثر اللون النهائي اللي غادي نعمله. هنا من بعد ما عملت اللون الابيض ونشف بطبيعة الحال خليته حتى جف مزيان، خديت اللون الذهبي، وهانتوما كتشوفوا بانني كنستعمل ذهبي مائي، وعلى داكشي عملت صباغه مائيه بيضاء في البديه باش تشد لي فوق منها هاد الصباغه هادي. غادي هي نوع الصباغه اللي استعملت. كيف ما كتشوفوا كنحاول ما امكن انني بشيتا نغطي نهائيا هذوك الخطوط البيضاء اللي كتبان، ما خصنيش يبقى حتى شي حاجه بيضاء كتبان، خصني كلشي يتغطى، كلشي يولي لون ذهبي موحد.
من بعد ما كملت مع الصباغه الذهبيه. دابا ديك الحواف او ديك الجناب غادي نصبغهم بالكحل. طبيعه الحال هنايا كنستعن استعنت باللصاق اللصاق الورقي، وفي نفس الوقت استعملت حتى البابي الومنيوم ورق الالومنيوم باش انني نغطي ما نقيش ديك الصباغه الذهبيه، باش فقط نخدم على ديك الحواشي اللي بالاسود وما نضيعش الخدمه اللي كنت عملت من قبل. وهذه هي النتيجه كيف ما كتشوفوا الرجل ديالنا، هذه هي النتيجه ديالها انتم كتشوفوا كيفاش طلعت. كنتمنى باش انها تكون عجبتكم، انا شخصيا عجبتني. المهم هذا هو الشكل ديال الرجل. دابا ما علينا غير اننا نبدلو الصباغه للطابله من الفوق، هي في قهوي، غادي نرجعها حتى هي بالاسود باش نعملو واحد التناسق ما بين الطابله من الفوق ومن تحت بطبيعه الحال. وكيف ما غادي تردوا البال معايا بانني الحواشي ديال المائده من الفوق راه انا عملت لهم الذهبي، وهذا هو الشكل النهائي اللي حصلت عليه من بعد ما كملتها. كنتمنى باش ان النتيجه تكون عجبتكم، وان الفكره ممكن تطبقوها بطبيعه الحال الى جبت انكم تستعملوا، ماشي ضروري يكون عندكم نفس الرجل، ولكن ممكن اننا نستعملوا الطريقه ديال هاد العيسه كيف ما قلت لكم. انتم كتشوفوا عطات واحد الجماليه رائعه، غطات جميع العيوب، ولات عندنا طابله جديده ما فيها حتى شي مشكل، فيها حتى شي عيب، ما طابله انيقه وما خسرنا فيها حتى شي حاجه. كنتمنى باش ان الفيديو اليوم يكون عجبكم، خليوا لي في التعاليق شنو الراي ديالكم بخصوص هاد الطابله هذه. وإلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة ديالي كنتمنى باش أنكم تشاركوا معايا إن شاء الله بحول الله باقي فيديوهات أخرى اللي غادي نحطوا فيهم أفكار أخرى.